جوي. اها من وين جبتلنا هلا هالاسم؟ صرنا من الصبح عم نقول شو هيدي قوي قوي. عرفنا انه في شوكولا، عرفنا انه في بيكن ناتس، عرفنا انه في بندق، ولكن في ايس كريم كمان. في ايس كريم بس ايس كريم جاهز. جاهز ولكن شيء بملتينج يمكن من جوا ولطيف. هي كوكيز. كوكيز بتنخبز بقلب رامكان او بقلب اذا بدك بقلب مقليه صغيره وتفوت على الفرن وبدها تطلع، بس الاساس هو فيها هو الكوكينج تبعها، يعني لازم يكون قلبها يضلوا مولو يضلوا قوي لحتى بس نحط الايس كريم. الايس كريم بدها تكون مسقعه والبسكويت بدها تكون كيوريوسيتي كيل ذا كات، تعرف هالمثل؟ اجت اخذت شوكولا وراحت، بيطلع لك حبه انقص ساعتين. اوكي هذه هي الفكره منها، انه بدنا نعمل الكوكيز بقلب رامكان بقلب قاريب، نفوت على الفرن بدنا نشيلها تكون سخنه ونعمل اكيد السيرفيس تبعها بده يكون سخن ومسقع. ايه هيني منا صح، يعني بالبيت بيقدروا يحضروها. هلا الاسم بخوف، ما انت دائما تعمل قصص نقدر نحن نرجع نعملهم بالبيت وبتهون لنا اياها، مشان هيك كل المشاهدين بحبوك بحبوا الريسيبيز اللي بتعملهم. مزبوط، وانا منهم ديجا بكونوا كثير كثير طيبين، لانه بس يشوفوني بيقولوا لي هلا انت بتدوقي وبتقولي طيبين، بس هن عن جد طيبين، هن عن جد كثير 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 طيبين. انا ما بعرف كذب، والكل بينبسط انه الريسيتات اللي بكون عم بشتغلهم لما بيعملوهم هن بتطلع معهم هي ذاتها، يعني بيحسوا بنفس الشيء مثل ما هي. بس لازم نمشي على الجراماج. على الجراماج اكيد، يعني اذا شوي كترنا او نقصنا بالحلو كثير بيأثر. انا مشان هيك انه من وقت ما بلشنا نحن اشتغلت على قصة انه نشتغل ميزان مش بالكبايه، لانه مش الكل عنده المزور اللي هي الملعقه او الكبايه. صح، بقى مشان هيك نحن الميزان هو افضل لحتى نقدر يطلع كل شيء عنا الستاندار. اوكي هلا رح نبلش اول شيء بالروسات. انا حاطط زبده بدها تكون دايبه. اوكي بس مش محروقه، بس اكيد مش محروقه، الطعمه بتتغير. صح، يعني اذا عم نعمله حرقناها لازم نغيرها. مزبوط، لانه فريمون كل الطعمه بتصير غير شكل. مزبوط، بقى انا مشان هيك هلا برجع بشدد انه لازم تكون دايبه، مش لازم تكون كراميلايز شوي. لا حتى مش لازم تكون بوماد، لانه نحن عاده نعملها تكون بوماد. لحتى تطلع قوي من جوا اكثر لازم نعملها هيك بهالطريقه، ندوبها ما تكون كثير سخنه عادي. سكر براون شوجر ووايت شوجر. وايت شوجر. اوكي، شو بعد في عندنا هون؟ بعد في عندنا البيكنج باودر، بيكنج سودا والملح، حاططهم كلهم مع بعضهم هون. ضروري نحط بيكنج سودا بالكوكيز، دائما بتشوف بالكوكيز في بيكنج سودا أحسن. ليه؟ بدل الملح يلي بنحط رشة ملح ولا؟ لا فيها ملح، هي الرسالة فيها ملح. مشان هيك عم بسألك. بس لقلك ليش؟ وشغلة لدورها. كثير مهم نحط البيكنج سودا. اول شغله البيكنج باودر بخليها تنفخ. ترفخ. بيكنج سودا بخليها تفوخر، يعني هو اللي بخليها تعطي هيدا اللي صح، يعطي هدول الكبيت اللي بقلبها وتعطي هيدا الكراست اللي على الوجه. كل وحده شيء. هلا في ناس ما بيحطوا لها بكون ما بيحبوا، لانه هي بتعطي هلا كمان. خلص الهيدي وخلينا نحكي لانه يمكن ما يسمع Thank you.
باودر بيكنج سودا. هدول اذا فينا نخلطهم شوي زبده بالملعقه. هدول الفاني. الحلو فيها انه بتفك لوحدة اخر شيء، يعني ما بتعزز فيك. بس تخلص تعريف. هي بتعرف انه خلص لازم تفك. يلا هات هيدي خلص. مهدوم شعرك. لكن كنا عم نحكي عن البيكنج سودا والبيكنج باودر. البيكنج باودر بتخليها ترفخ، هيدي بنعرفها صح، بس البيكنج سودا ما بنحطها بكل الانواع يعني. مضبوط، هي لانه بخليها تفوخي بتعطي هدول الالفيول بقلبه. اوكي، وبتعطي هيدي الكراست اللي على الوجه اللي بتصير تكسر. هيدي بالبيكنج سودا، مش الكل اللي بيعرفها، مش هيك بيكون هيك. اوقات بيقولوا ما بنحط بيكنج سودا، ما بيحطوها، بيقولوا لك التكستير بتتغير، بيقولوا لك بلاها انه شو رح تاثر. صح، خلص بنستعمل هي بس. لا، انه اذا بدهم اياها تطلع مزبوط قوي تشوي. ايه قوي قوي بتزبط كمان. قوي تشوي تشوي. اوكي، حطينا هلا الشوكولا. اوكي، شوكولا هن شقف شوكولا ابيض وشوكولا نورا اسود وأولي مش ابيض. اوكي، بس فيك تحطي كمان ابيض، مش غلط. فينا نحط بندق، رح نحط فينا ناكل كم بندق. ايه رح نحط الجوز اذا بدك. ها هيك فينا نعمل هيك مكسرون. رانيا عم زدت لها بندق. لا ما زدت لك. اوكي، تعي خذي. عم كسرهم بهالطريقه هي. احسن شيء انه ما نطحنهم، نعملهم هيك بالايد تكسير. وهيدا الطيب فيه الجوز انه هو مملح. صح، مشان هيك ما بنحط كثير ملح. صح، شفتي هلا هون صار عنا اياها. عم بياخذها سورانيا. بنقولوا عنا ميس سرعين، كل شوي بنجي بنشمط شيء من عندكم. راحوا الشوكولا. راح الشوكولا، برافو. صاروا جوا، صار فيك تاخذي بندق. هيدا الجوز الصغير اللي مملح وطيب. هيدا بيكان. هيدا بيكان. بيكان نوت. نوادو بيكان. نوادو بيكان. اوكي، شو عم بيصير؟ هلا صارت عنا اياها جاهزه. باي. الباك باي. انا رايح احضر كونكتد. هلا بدنا نقرصها. ها؟ شو بدك تعمل كبة؟ نقرصها هي. لا، انه بدنا نعملها نقرصها لانه جايب معي ال ال هولي. ايه. رح استعمل هيدي الملعقة. اوه، هي للبوزة. ايه، فينا هلا للبوزة رح استعملها. وكمان رح استعملها هون. هلا فينا ما ندهنها. ريحتا حلوة. تعقد. ليه ما فيها فاني او شيء؟ حطيت فاني. هذا الفاني الليكيد اللي هون. اوكي، ما شفت لعندك. ايه اوكي، عم بقول ليه ما في فاني وريحتها فاني. ايه. اوكي اوكي. هلا اذا ما عندنا هولي الرمكان شو بنعمل؟ فيك شو بنحط؟ بقلب كاسولات، بقلب تبع المافن. تبع المافن فيك تعمليها. فينا نعمل فيك تعمليها عادي، عصانيه عادي. اوكي بس نحن المبدا منها انه بدنا نحط دغري فوق منها الايس كريم، هي وسخنه بدنا نحط ايس كريم وبدنا نحط لها صوص شوكولا كمان. نعملها هيك شوي صغيره بايدنا، بنساعدها. هلا هي لوحدها بتنزل، بس انه الفرن بده يكون على ال 180. نحن وقت نقول 180 دائما يعني 180 بده يكون سلسيوس سنتيغريد، مش فهرنهايت. اوكي اوكي،
اذا بدهم يعرفوا قديش فارنهايت يمكن شيء 300 او 250 لا 300 واذا 350 هو 175 يعني اكثر شوي اكثر شوي يعني 380 85 اوكي 350 بيمشي الحال ايه بس عندهم بيقدروا في عندهم كونفرتر على التليفون بيقدروا يشوفوا بين الفهرنهايت صار فينا نشوف كل شيء على التليفون صار فينا نعد البايات صح صار فينا نشوف الانجريديون تبعولك مزبوط على التليفون ما هيك مزبوط شارل عزار صح الفوتو شيف شارل عزار شارل عزار على البيج تبعيتي الاوفيشال بيج تبعيتي هيدي غنيتي بحبها كثير هلا ما بعرف اذا فيكم تعالوا الموسيقى بالاستديو انا طلبتها من فرانسوا يا رح فوتها على الفرن اسم الغنية كوستيلا ننطرون؟ ايه هلا بدنا ننطرون يلا تعال نخبر نكت شو عندنا نعمل؟ رح ارجع اذكر انا بالمقادير بالمقادير هن مروا على ال قد ايه بدهم وقت شاف؟ بدهم تقريبا 10 دقائق اوكي 10 دقائق 12 دقيقة اوكي بي على حرارة 180 رح جرب اعمل كم وحدة من دون قاريب لنشوف كيف بيطلعوا لنشوف كيف بيطلعوا كمان اوكي بس بدي اشوف بأي شغلة بدي فوتها هون في عنا هاي منيحة بتفوت على الفرن ايه very good اوكي بهالوقت نستفيد منه بنفرج المشاهدين كمان من دون قاريب انه كمان بتطلع مدوره يعني ما بيغير شكلها كثير صح هلا بدك تهونها بتهون اكيد اصلا هي هينه مش صعبه مثل ما شفتي مثل البوسه بدنا نحطها بالماء تمام احسن نقطه مي لحتى هون ما تلزق كثير اذا عندنا الصينيه الومنيوم افضل يكون نحط ورقه بابي كويسون ورقه زبده اوكي ومثل ما قلت كثير مهم انا كل الكوكيز بحط لهم بابي بار يعني دائما You never go wrong. يعني dans les deux cas ما بيلزقوا حتى إذا أنتي أديزيف الليدا بحط بابيي بار ما بيلزقوا ما بيحترقوا مزبوط. بتحس حالك إنه دائما بيطلعوا مثل ما بدك مزبوط يعني الأفضل الواحد بياخد احتياطاته مثل ما بيقولوا هلا هون بدك تخليهم هيك إذا خليناهم بهالشكل بيستووا من جوا شارل؟ هلا أنا لأنه ما بدي إياهم كثير يستووا لأنه أنا بدي إياهم يضلوا مولين قوي وهو الكوكيز المضبوط هو ما لازم يكون كرانشي يعني الكوكيز يلي بتقروش هي منا مضبوطة الكوكيز المضبوطة هي يلي بتضلها مولوا قلبها يعني وقت بتاكليها بتعلق بدها تكون شوي خاصة يلي فيهم شوكليت شيبس يعني الكوكيز هولي الكبار كلهم حتى إذا لازم يكونوا ترايا إذا كان مش إنه إذا ترايا يعني مش طازة لا هي يعني لازم هي لازم تكون طريقة. في ناس بيعتقدوا اذا ما قرقشت الكوكي يعني بتكون مش طازه بتكون اخذ رطوبه او شيء يمكن الكوكيز اللي نحن الكوكيز اللي بنعمله يعني الكعك والهذا اللي بنعمله نحن بلبنان اكيد لازم يعني. لازم يقروش بس نحن وقت بنحكي عن الامريكان كوكيز هيك لازم يتقدم لازم يكون قلبه من جوا عم بيعلق ما لازم يكون عم بيقروش اذا عم بيقروش غلط يعني مستوي زياده او بيكون قديم أو صار له فترة موجود يعني بكون يعني نشف الأصول هيك لازم يكون وهيدي قصة أنه يكون لازم يكون ناشف هيدي فلسفة ميدل إيست يعني ميدل إيست يعني بكل الميدل إيست لا لأنه نحن معودين على الكعك وهيك كل أساس نعمله مثلا لما بنعمل كوكيز على أنيس
ينسون وهيك انه كله بقرمش صح. يعني مزبوط. غير الكعك الحليب يلي بنعمله يلي بنشتريه بيكون طري، يعني معودين على هالتكستشر. بقى بنفكر ونحن كمان اذا اوقات الكعك لما ياخذ رطوبه ما بيقرمش، بتصير مزبوط. تقول انه ايه صار بيت او منه طازه، لازم نرجع نفوته بالفرن ولازم مزبوط. نرجع نعطيه حياه يعني. مزبوط. هلا انا بدي اقول لك شغله، انا صارت معي يعني بتعرفي انا شيف كونسلتان اكيد ببرم على كثير مؤسسات وهيك، ومبينت بعمل كونسلتات انه بيجي بس عم بيطلب مني الامريكان كوكيز، بعمل امريكان كوكيز يعني مثل هذا ستيل بس انه عده طعمات عده افكار، تيعرفوا هن شو بدهم. بس يطلع بيعلوك بيجي دغري بيقول لي مثلا الشخص هذا بيقول لي انا بيقول لي انا مثلا بعرف انه الاصول لازم يكون بيعلوك، بيقول لي انا بامريكا لما بكلون هيك مثل ما انت عاملون كثير طيبين، بس بلبنان للاسف انه نحن هون اذا بنعملهم هيك بفكرون بيتي ما بيعودوا ياكلون، بصير بدهم اياهم انه بيقرشوا، بصير يقولوا لنا فوتوا لنا اياهم على الفرن حمصوا لنا اياهم. صح، ما مشان هيك عم بقول لك هيدا الشيء. هيدي يعني. هيدي مشكله انه الانسان كيف بيتعود، بصير بعدين صعب تقدر ترجعي انت تعودي على الشيء المزبوط. بس نحن لانه مرقت فتره كثير كبيره انه الكوكيز ما كانت من ثقافة اللبنانية، كان أكتر نحن ميلين لفرنسا ولدسير الفرنساوي، وشوي بلشنا من سبع سنين عشر سنين بلشنا من أمريكا البراونيز دول الأصناف الأمريكانية، لأنه ما أنا معودين على التكستير طبعا الأمريكان، صاروا يحسوا العالم كأنه غلط، بس هي ما أنا غلط، هي لازم تطلع تشوي، عشان هيك نحن شددنا على تشوي قوي. أوكي اوكي رح نعمل وحده زغطوره مشان الكاميرا مان. لا وحده كبيره كبيره لا هون اذا بتشوفي شفتي كيف صارت كيف عامله بقلبها من جوا بقلب الفرن، بلشت تاخذ شكل بقلب الرامكان، وبعد فيه تقريبا شيء 6 7 دقائق، بهال 6 7 دقائق اكيد رح تتمدد اكثر ويصير شكلها على قدها وقلبها رح يضلوا مولو. هلا نحن اكيد اذا بنحطها 20 دقيقه بالفرن رح تحمص. هلا بفهم منك انه بس نشيلها من الفرن دغري بدنا ناكلها سخنه؟ هلا في انه فينا ننطر 10 دقائق شوي يعني ما تكون كثير سخنه، بس احنا ما عندنا وقت ننطر 10 دقائق، فمشان هيك بدك تحطها عليها بوزه تناكلها هوت كولد. صح هذا المظبوط. قوي قوي جوي جوي اليوم كله لعب على التكستير وعلى على الكلمات دعنا. اوكي نحن تقريبا خلصنا، بدنا ننطر بس تطلع من الفرن ننطر شي 5 دقائق وهيك اذا في عندنا وقت، اذا في شي فقره او شي بنرجع بعدين بنحط الايس كريم عليها وبنفرج المشاهدين كيف طلعت وكيف التكستير تبعيتها. عم نرجع نشوف الانجريديون على الشاشه نحن والانجريديون. ايه اوكي رح حط هلا هيدي اللي حضرتها بلا قالب رح حطها بالفرن لنشوف كيف بدها تطلع. جريت اوكي نحن خلصنا الفانيلا ايس كريم، فينا اكيد كيف تعمل ايس كريم فينا نحن نعملها وفينا نجيبها خالصة إذا ما في عنا التوربين أجلاس. هلا التوربين أجلاس في توربين أجلاس بيتية يعني بنقدر نحن نشتريها، بيكون الكمبريسور فيها وفي منهم يلي بينحطوا بقلب الفريزر وبتشيليها وبتدوريها وبتنعمل. هلا كيف تنعمل الآيس كريم؟ هو أنا عامل الفانيلا آيس كريم يلي هي أنا بستصعب ولا مرة بعمل يعني بالعكس كثير هيني هيني. بس إذا شي بدك تعملي كريم أونجلاز، كريم أونجلاز هي حليب صفار بيض سكر اكيد مع فانيلا كمان. بدنا ننتبه اكثر شيء ليكيد ولا باودر الحليب الفاني افضل يكون جوز فاني، جوز فاني لتعطينا الطعم المضبوطه. اذا استعملنا الفانيلين يعني اللي هو البودر البيضاء نقول على البودر البيضاء بتمرمر وبتعطيك لون اصفر. يعني انت لما بتاكل بوزه بتكون لونها اصفر يعني حاطين لها بودره ولما بتكون لونها بيضاء وفيها نقط اسود يعني معناتها انه بوزه معموله من الجوز فاني. وهون بتفرق الجوز فاني بين مصدر ومصدر، يعني اذا كانت معموله اذا كان جاي من مدغشقر غير اللي جاي من تاهيتي غير اللي جاي من البورغون، وكل شيء له سعره
يعني في جوز دو فاني كثير غاليين يعني، وفي جوز دو فاني سعرهم مقبول. هلا اللي سعرهم مقبول كمان طيبين، صح مزبوط. بس اذا واحد عم يعمل مثلا مثل بوزة بده المنيحه الكاليتي الاحسن تاكل طعمه طيبه، مزبوط. مشان هيك اوقات بنروح تنشتري بوزة، في بوزة اغلى من غيرها، بيكونوا مستعملين يعني الانجريديان غير عن الاسس العاديه. هي الاطيب انك تعملي ميلانج بالفاني، يعني اذا بتستعملي فاني دو بوربون، فاني دو ماداغاسكار، وفاني دو تاهيتي، بتعملي هالميلانج بيطلع لك بارفان احلى من ما تستعملي انت نوع واحد. وبتكون كثير بيرسوناليزي البوزه اللي عم تعمليها، انه ما حدا بيقدر يجيب الطعم هي ذاتها. هو للأساس أنت بتفهم فيهم، نحن ما بنفهم فيهم، بس إنه شغلة تالواحد أكيد. يفهم شو عم يشتري. نحن بالسوبر ماركت ما منلاقي يعني، لا بيكونوا بالباكي بيبيعوا وحدة، صح صح. لكن عم تشجعنا شي نهار بركي بنعمل بوزة كمان، أكيد. من منفرج المشاهدين هلأ في كتير فواكه موسم، فينا نعمل شي نعمل سوربي طيب. نحن رح ناخد سوا وقفة، بنرجع بنشوفكم بالتيستينج. أتوتالوغ.